في الهداف. انا تكلمت هالاولاني قلت باللي رفض دعوات على المنتخب، لكن حتى احنا تكملنا تكلمنا. حبيت نسقسيك اسكو هذا اللاعب احنا دوك هاولا طلا مو دايما لا في الجزائر جوار يرفض ما يجيش وتعاود تعيط له. مو على كل حال انا هذه ما نشكش فيها باسكو على بالي بلي فيدراليه ضعيفه جدا. نقولها ونعاودها، انا ما عندي حساب مع حتى واحد، انا نتكلم حقيقه. عنديش انا ما عنديش انا رفيدي راني ما يسحقهاش وما يسحقونيش انا، ما انا نتكلم حقيقه. اليوم راني هنا نتكلم كاين اللي يعجبو الحال يعجبو كاين اللي ما يعجبوش ما يعجبو. باسكو علاش ولينا بزاف نديرو العاطفه على بها هذه على بها ما نروحوش القدام، احنا نريحو غير هكذايا غير نشوفو شويه القدام ندورو اللور على عن اي فيدراليه تتحدث؟ عن فيدرات اليوم ام الامس ام اي فيدراليه؟ اليوم والامس. اليوم مازال ما عندهاش فرصة كبيرة للعمل الأمين، مازال ما نقدروش نحكموا على فيدرالية ما عندهاش فرصة كبيرة للعمل. لا ما نقدروش نطلقوا، لا ما نقدروش نطلقوا هكذا أحكام جوزافية على أناس. أنا ماشي لم يمنح لهم الوقت الوطني، ماشي غير بارابول الفريق الوطني. ولما تحدث على كرة القدم الوطنية عندك أنت يا أنت ساحر تأتي في دقيقتين تقلب الأوضاع، تحمل مسؤوليتك. مشاكل كرة القدم الوطنية لا تحل بين عشية وضحاها أمين، لازم لها وقت، لازم لها تغيير ثقافة، لازم لها تغيير العقلية. نهار كان راه وراه سكوت نسمع هذه الحكايه، كنت لاعب هذاك الوقت كنا نسمعوا اسمعوا بالك حيت سقم محمد. ما نقدروش نهاجموا اشخاص او نهاجموا اتحاديه مازال ما داتش الفرصه كامله للعمل. اسمح لي انا نقول لك انا الاتحاديه الجزائريه اللي راهي الان امين، والله ما عمري ما تحدثت مع صادي لا هاتفيا ولا التقيت ولا صادي صديق ديالي يعني نقول لك لكن امين الحقيقه تقال، الحقيقه يجب ان تقال. هؤلاء الاشخاص لم يمضي على وجودهم مده طويله، فتحوا الان ملفات، فتحوا ورشات، جابوا ناخب وطني جديد على مستوى المنتخب الوطني في الدوري الجزائري. مستحيل انك تحل مشاكل الدوري الجزائري المتراكمه منذ الستينات في ظرف ست اشهر او في ظرف عام. يجب تغيير العقليات، الذهنيات، القوانين، الاشخاص، محاربه، يعني امور كبيره، ويجب ان تتحرك منظومه كامله امين. لا يمكن لرئيس الاتحادية مع مجموعة من الأشخاص أن يغيروا واقع كرة القدم. يجب أن تتحرك، شوف المنظومة يجب أن تتحرك كلها ومن أعلى مستوى. إذا لم يكن دعم سياسي، إذا لم يكن دعم تغيير الأمر في كرة القدم الجزائرية، إذا لم يكن دعم سياسي من أعلى هرم في البلاد، فكرة القدم لن ينصلح حالها. ولا يمكن لأي رئيس اتحادية أن يصلح حال كرة القدم الجزائرية في ظرف أيام أمين. حتى نمر إلى نعم على عجالة. نعم انت كي راك تقول لي الفيدراليه ولا رئيس فيدراليه ما نعم كي يتبع ماتش نعم ولا يشرو اربيت، هذه لازم سياسه من الفوق، لازم بريزيدون لا ريبوبليك باش يبدل هذه الحاجه، يجي يدخل هو. لا لا هذه جزئيه امين. لا 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 اسمح لي اسمح لي، انا هذه جزئيه، انا نشوف المشاكل، انا نشوف العجب يا محمد. لا لا ما تهربليش انا بن شيخ، هل يمكن ان نحكم على اتحاديه ما عندهاش وانا يبقى عليا معليش ماشي مشكل. هذا رايو ونحترم رايو والشعب وليا ويشوف فينا هو اللي جيجي وخلاص فور ريسبكتي واش يقولوا. قبل ما نتكلم لك على الفيدراليه فكرني فيها، نتكلموا على الجوار اللي انت قلت ما يرفش الفريق الوطني، اي لاعب ما يرفش فريق الوطن صح، ولكن كي يكون عندك مدرب ما يتفهمش معك ما يحبش يلعبك ما يحبش يسقيلك، خويا ما تقوليش والوطن، ما تقوليش كاع الوطن، الوطن كاع نحبوه كل واحد يحبوه صامانير. انا كلاعب يسقيو لي كناصيو عندي انطرين ما يلعبني مالو وانا عندي مكانتي اخي، نروح مدلول نروح من صغير قدام الاخر ما نقبلش، ما كانش لاعب اللي يقبل هذه. نعم كنا نادينا في هذاك الوقت بن شيخ، قلنا على رئيس الاتحاد ان يتدخل من اجل جمع الرجلين لمصلحه المنتخب الوطني، ما قلناش لازم ابراهيم يجي مدلول الى المنتخب او قلنا الناخب الوطني يحقر ابراهيم، لا ما قلناش هذا الكلام. شوف شوف قلنا ابراهيم ما عندوش الحق يرفض دعوه الوطن بسبب انه عنده مشكل مع الناخب، اذا عندك مشكل مع الناخب كاين رئيس اتحاديه واعلى من الجميع يجمع الرجلين، هنا هو المشكل، نريد مصلحه الوطن، انت لا عندك حق تاخذه، انت لا عندك حق تاخذه، لكن المنتخب لازم يمشي، هذا ما قلنا. لا 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 شوف ما قلناش ما قلناش انه ابراهيم يجي مدلول. محمد محمد المنتخب يمشي اليوم غدوه حتى تقوم الساعه والمنتخب يمشي، الرجال يروحوا ويجيوا، لكن كيف يمشي بنجا؟ يمشي يمشي كلكو سوال تريك هم الفضائح والكوارث توالت علينا بنشيخ. وين
إقصاء من كأس أمم أفريقيا في الدور الأول، إقصاء من كأس العالم، إقصاء من كأس أفريقيا في الدور الأول، ثلث كوارث. نعم أو بيان سير يا نعم. شيخ محمد ناس ملاحة ناس ملاحة محمد بيان سير لفوتة من هذيك لفوتة شيخي ولا بن شيخ ولا ولا أمين ولا أمين لا لفوتة الناس اللي كانوا يحطوا رؤساء تاع فيديراسيون وما عندهم حتى تخطيط لا تسيير لا رياديتو. شكون هادوك اللي حطوا هاد الناس؟ شكون اللي من بعد ما وريتوها قاعيتي كيف انت اللي شك توتال نعاود الرونوفلي؟ شكون اللي دخل روحو؟ باسكو الناس ممكن سياسيين ولا اللي كانوا يخدموا هذاك الوقت دخلوا روحهم ويحطوا لك رئيس فيديراسيون اللي فيديراسيون مسكين ما كاش قاعدك تمسخروا بينا ولا ناس تحط بريزيدونت فيديرال هذا يا عنده كاريزما واليد صادي عنده سيتان جون مي عنده كاريزما يخبط او يتخدم او يتحرك او دار لك الفار او يجري بزاف امور حط الدواسه راح تدفعهم لا جيستيس بيان سور افيك لا كور تاع لاخر سي توتا في نورمال قال لك لازم ديسيزيون بوليتيك هادي سي في بارتي دون ديسيزيون بوليتيك لو كان ماشي هما اللي قال روح اطلق اخدم ورانا موراك سي كوم سا كو دو سباسي انت اخدم نقي وين تشوف الفساد رانا هنا وخطط باش الفريق الوطني والشامبيون يكون في المستوى لازم الناس مورا يحميوه خاطرش هنا الناس يوم معاك ياكل معاك يشرب معاك وتولم يرقد معاك وخدع الله ما كاش الامان كاين الخدمه وكاين المطرق من اللور هذه يا سي شيخي من ولي ولا اللعاب قلت لي رئيس اتحادية والمدرب يسقي اللعاب يصالحهم باش يلوي حباب ولا يصالحهم باسكو يدوار كونت بلي هذا عنده بلاصتو يلعب هذا هو المشكل هذا واش قلنا بأن إبراهيمي في ذلك الوقت ما كانوا كان خلاص دونك هنايا بلا ما يدخل رئيس اتحادية أي مدرب يشوف بلي اللعاب داك يجيب له فايدة يسقي له ما كاش من هذه ما يسقي له ولا ما يسقي له سيكس با نورمال يا كيك شونس كي نفا با فهمني هو بور لا فيديراسيون جو ريسبكتو شي يقول امين هذايا عنده عام وقيله ولا في عام ما ينجمش يافونسي مستحيل وهكذاك ونحب با مال دو شوز كاين بوادر ايجابيه بن جاب الكلوب اماتور هذيك اسمها تاع الاماتور هذيك غير العباد نحاهم كاع اللي كانوا تقول امبراطور نحاهم نحا با مال دو بيرسون في لي ليغ مازال يزيد ينحي السنه يطلع انا التمنيه تاعي والد صادي ان شاء الله بون يجوز باذن الله لي شحال 4 اولمبيك يجوز لي 4 ولا حبوا يسقموا الفوتبول تاع الصح يخليوه لي 4 ويزيد دوتر 4 واشنو الدوله تكون موراه تقول له اضرب ونقي ورانا هنا بارك الله فيك هذه هذا هو الخسار لا ستابيليتي لازم تكون لانه مستحيل انه رئيس اتحاديه مع شله من الشباب اللي معاه يقدروا يغيروا واقع الكره الجزائريه سنوات وسنوات عديده من الفساد والمشاكل سان في با دير ك هذا كوتي بوزيتيف سان في با دير كاين كوتي وين سان فا با كيما الرجل يصيب ويخطئ نعم كيما لا ديتيان دار لا ديتيان صافي شحال ما سمع شفنا لا بروغرام لا ريان دي تو وطنوما وزوج اي 20 ولا اكدا ليكيب ناسيون فيها زوج بك اي 19 ولا اي 20 هذا ما كان ولا شحال 16 ولا كاين زوج كاين دي سيليكسيون دي ليكسيون دو تات دي زونترينور زيدك حاجه امين لو كان كانت الفيدراليه ضعيفه مثل ما تتحدث والله اتحاد العاصمه ما يلعب المنافسه الافريقيه هذا الموسم لو كان كانت الفيدراليه ضعيفه وما دافعتش على اتحاد العاصمة في المحافل الدولية اتحاد العاصمة كان سيقصى من المنافسة الإفريقية هذا الموسم لما تشوف بأن الكاف اتخذت إجراءات في حق اتحاد العاصمة الموسم الماضي وأقصته من المنافسة كان يعني أقل شيء أنه كي تقصي فريق من المنافسة تتبعها عقوبات هذا ما نعرفه وما هو متعارف عليه لكن تدخل الاتحاد الجزائري للدفاع عن اتحاد العاصمة ومعه كل الحق في الدفاع عن اتحاد العاصمة جعل الكاف تتراجع الآن عن معاقبة اتحاد العاصمة إلى غاية صدور قرار حتى على مستوى المنتخب الوطني محمد في آخر اللقاءات بدأ عودة للاستقرار البيت المنتخب الوطني شفنا حتى الروح القتالية عودة ولات تحس باللي المجموعة ولات مجموعة تاع المنتخب وجلب مدرب عالمي مثل بيتكوفيتش أكيد أيضاً. أكيد اللي عنده مسيرة ما تنساش أنه درب في الدوري الإيطالي درب نادي لاتسيو درب من ناحية السيرة الذاتية لا يوجد أي مدرب أجنبي عنده السيرة الذاتية مر على تاريخ المنتخب الوطني الجزائري عنده الآن مباراتين ما تلقى ولا هدف
المنتخب سجل 5 أهداف وضيع 6 أو 7 أهداف حقيقية كان قادر يسجلها. يعني الأمور راهي تسير، الأمور راهي تمشي كما قال أمين، ما ننفوش أنه كاين سلبيات طبعاً. ولكن طبعاً. أنا نمشي مع بن شيخ، لازم هاد السلبيات ممكن نبداو ننتقدوهم، ننتقدوهم مع الوقت إذا ما قضوش عليهم. هنا نعرفوا بلي راهم مصرين يخلوا هاد الأمور سلبية، لكن لازم نعطوا، عنده شحال عندهم عام من اللي جاو، ما لحقش عام، بالك ما لحقش عام، اسمع ماذا بينا نصبروا. وجاو في ظرف حساس جدا محمد، المنتخب كان منهار، المنتخب الوطني كان منهار، خارج من كأس إفريقيا 2022 من الدور الأول، خارج من كأس العالم ما تأهلناش بفضيحة من المنتخب الكاميروني في ملعب البوليدة، بعدها مباشرة بعد ما جاءت هذه الاتحادية زدنا صدمنا في كأس إفريقيا مؤخرا اللي خرجنا فيها أيضا من الدور الأول. يعني الأمور كانت صعبة جدا. الآن بدأ يولي الاستقرار، سواء الاتحادية الجزائرية ولا الكأس، سامحني محمد، ولا المنتخب الوطني الجزائري. أما الكرة الجزائرية، نتكلموا على الكرة الجزائرية المحلية، البطولة المحلية ولا البطولات المحلية، من المستحيل، ماشي من الصعب، من المستحيل على اتحادية انها تقضي على كل المشاكل اللي كاينه في الـ في الـ في الـ في الكره الجزائريه في ظرف عام، هذه وحده، ومن المستحيل ايضا انها تقضي على هذه المشاكل في ظرف 100 عام بدون قرار سيادي وسياسي بسرعه. امين، لانه الوقت يداهمنا. بس مقبلات كي ريبونديت لي، انا ما عندي حتى مشكل مع لا فيديراسيون، باش تكون على بالك، ساسوا مع صادي ولا فلان ولا فلتان. نعم. انا كي نتكلم مام هما على بالهم، انا ما عندي حتى زعما قال تابع طرف واحد اخر. نعم فهمتني. واليوم رانا الجمعه 27 سبتمبر 2024. تفكر بك على اللحظات هذه واش تكلمت انا اليوم. وخلي الوقت هو اللي يبين. اوكي، شكرا جزيلا لك امين. بن شابير، نادي بايرن ميونخ الالماني يجدد رسميا عقد لاعبه الجزائري يونس ايت عمر حتى 2026. هذا امر جيد محمد. واحد لاعب من شابير يلعب في الفريق الرديف أمين. نعم، حتى يبقى واحد من اللاعبين الذين تتابعهم الاتحاديه، وان كان لديه المستوى من اجل اللعب مع المنتخب الوطني الجزائري، ف وإن كانت لديه الرغبة أيضا فمرحبا به أيضا، يبقى جزائريا ومن حقه تمثيل المنتخب الوطني الجزائري. الآن يبلغ من العمر 21 سنة. نتمنى يا 21 سنة محمد، كما ألفونسو ديفيز 20 سنة كان أساسي في بايرن ميونخ، 21 سنة أنت راك في الرادي غابي في البارسا، في بارسا نهضر على بايرن ميونخ كوبارسي. بما أنه يلعب في بايرن ميونخ، لازم هذا اللاعب لازم يلحق للتشكيله الاساسيه الاولى، ولا على الاقل يكون بديل في التشكيله الاولى تاع بايرن ميونخ، بعدها نبداو نتحدثوا عليه في المنتخب الوطني الجزائري. نعم شكرا. لا نقول كلمه في هذه، تفضل. اخترت محمد شيخي في هذه، نشتيها هنايا يجبد لك حوايج اللي فريمون يفرحوا. 21 في عمره، ها واش هو يلعب؟ وين يلعب؟ بايرن. وين في بايرن؟ في الرادي. نعم بالي ويلعب مع غاريكين ويلعب مع غاريكين نو او لتحت 21 الرادي في شي تشكيله ثانيه يا شيخ. يا ولدي بركاونا والله خطرت نعيا عباك. ولاو ناس يرجعوا الجزائر، شغل هاد البلاد بارح تخلقت ما نعرفوش واش الفوتبال. 21 جايه تمسخروا بالناس، الناس يتلعب 16 سنة راهي تلعب في المستوى العالي. 15 سنة. واحد ما لازم، شوف والد صادي نحكموا عليه حاجة، أنا واحد نحكم عليه حاجة بالوقت بالوقت. لا ما يدورش للديفلوبمون دي فوتبول، عندنا لاعبين أحسن بزاف لاعبين في اللاج اليوم يلعبوه سيرتا في أوروبا، نضلك في الصغر في اللاج. سالمو هنايا هنا ما كاين والو، سينيور يا دي كلب ما عندهم والو، نيكيب سينيور وشركات كبار قد سمع، ماشي احترافيين خويا. امور اللي تشوفهم العجائب ما همش احترافيين، لازم نوليو احترافيين تاع الصح ونديروا انفورماسيون كيما يلزم الحال، ومن بعد تشوف، ومن بعد تقول لي ان جوار دو 15 هنا وان جوار دو 15 كلكو سوا لو كلوب اللي يكون فيه، بايرن او بارسا او ماش عارف واش، من بعد تشوفوه منا تما هضروا. انا 21 انا تنخلات عن بالي شتو، ونتمنى له الخير هذا السنه. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. لانه بن شيخ، شوف الامر الاول انه النادي عملاق في اوروبا بايرن ميونخ، الامر الثاني انا جبت لك خبر انه بايرن ميونخ جدد له العقد، هذه واش تعطيك انت بن شيخ لما تسمع بايرن ميونخ جدد العقد؟ يعني هذا الولد مليح،
لو كان بن شيخ شافوه بانه لاعب ما يصلحش يقولوا له باي باي السلام عليكم صح او لا صح. لكن لما جددوا له العقد وراه في عمره 21 سنه وراه في نادي عملاق مثل بايرن ميونخ نتمنى نشوفه ممكن العام القادم بن شيخ. شوف انا ممكن ينال الفرصه مع الفريق الاول هذا وش قلت لك انا واش عليه نعم. انت راك سالتني وقلت الفات اللي تجددوا له العقد هكذا رينوفلاو له نعم سي تيم بون شوز هذه هي انا نقول لك وممكن اني غلط نجم نغلط لان مانيش حاكم العلم في يدي انا نقول لك رينوفلاو له بور لو فوار انكور باش نعاودوا نزيدوا نشوفوا هذا اللعب دوك نكسبليكي باش نزيدوا نشوفوا هذا اللعب ولا عاود كما نقولوا احنا بالدرجه الطرطق واللي في المستوى يلحق لك كلامك هذا يكون صحيح نعطيك الكلمه باش كلامك هذا يكون صحيح 100% لو كان جددوا له لموسم واحد قال راح يزيدوا يشوفوا له بن شيخ جددوا له ل 2026 جددوا له يعني الان عامين موسمين راح يلازم لهم عامين واحد اخرين باش يزيدوا يشوفوا يعني قلت لك حاجه مليحه انه جدد عامين في نادي صح دوك انت حبيت نقول لك بصيف حاجه مليحه انت تقول لي حاجه مليحه خليني انا نمد رايي ابن عمي رانا حرين في هذه البلاد هذه انا اللي هضرت لك قلت لك جددوا له عامين قلت لك ممكن تبعني مليح ممكن باش يزيدوا يشوفوه هذا راهو في اسبوار سي صح جدوا له عامين رينوفليو له انكور دو زاني سيف لي دو زاني ما يبانش باش يلعب في ليكيب ا واش يصرى يصرى يسلفوه يصرى يسلفوه محمد يسلفوه ربما كيتسلف كاش ما يعاود يبان لان افنتيانو با مال دو جوار تاع البايرن كيما هذاك لارير دروا اللي ديكوفره غوارديولا كيميش شحال في عمرو كيلعب هذاك صغير نعم صاني كان قانا صغير كي راح من سيتي لتماتيك ما محمد لازم تفهم حاجه في لي كلوب هادو في مستوى العالي ا 20 19 18 ans لما حطوكش في ليكيب ا صافي دير مازال راك تخدم قعد تخدم وقت تجي لو مير اكزومبل سي تاع البارسا اي لسبان ليكيب ناسيونال ديسبان داو شامبيونات دوروب بالدراري نعم كلامك واضح